المسرحيه هذه مسلسل ولا أي. اتعملت وبطلوا بدلوا الممثلين عاود اتعملت وبطلوا بدلوا الممثلين وتوا اتعملت ومحليها تشهي محليها مجدونيه وبعد المسرحيه زادها وقيله مانيش نراو فيها قاعده تعرض علاش رجعت شنو هي مشكلتها المسرحيه هذه عتبه رجع اللطف عليها اللطف عليها اللطف فماش لوح فما هكا اللوح زايد شنو هي حكايتها المسرحيه هذه انا راسي لوح انا نبش شبيها المسرحيه هذه شبيها شتوت عليها شويه مشكله في التوزيع كهو توا شمرنا على باه باش نشوفوها في مهرجانات باش تدور في وسط الجمهوريه شوفوها في مهرجانات ديجا عملنا عرض الجمعه اللي فاتت في المنزه سيس وان شاء الله لو 25 بمناسبه عيد الامهات باش نعملوا عرض في المونديال لو 25 ماي وبالمناسبه هذه نحب نقول راهو الكوبل اللي يجي معاها امه كادو حلوة الفازة زوز بالفلوس تربح واحدة بلاش مرته أم زادة هي والله دونك لو 25 فين زوز من الناس الثالث كادو من عند لو 25 وين قلت لي جميلة لو 25 في المونديال مع الخمسة ونص مع الخمسة ونص لحد الجاي مع الخمسة ونص يجيو شيخ وتفرهدوا ضحكة فريدة مع ثلاثة نساء نذكروا لي ثلاثة نساء بطولة جميلة الشيحي محمد الداهش البنوتة شو اسمها عايشة عطية وإخراج نعمان حمدة بيان ايفيدامون دونك المسرحية هذه باش ترجع لو 25 إن شاء الله هذه أول عرض أقرب عرض يعني فما لو 24 في الحمامات وفما لو 25 في المونديال سينو في المسلسلات انت قاعده تصور توا في مسلسل مكتوب دورك مهم مش مهم كبير صغير شنو احواله؟ والله متوسط اللي هو شو اسمك في الدور؟ اسمي نجوى نجوى حلو جدا جدا علامتك يا نجوى ترى السوالف حلوه نجوى ما تنجميش ما تنجميش دونك باش نشوفوك زاده في فيلم سي النجم قطر اي ما شاء الله عليك نعرف تتكلم بالخليج ما شاء الله ما شاء الله شفاطه انت قل لي دونك فما عمل درامي اخر ولا كان فما مكتوب؟ عمل فما سيت كوم مع الوطنيه فما سيت كوم مع الوطنيه شكون اللمة اللي فيه اخراج شكون فيه دليلة مفتاحي عبد الحميد جايز شو اسمه السيت كوم لا ما نقولش ما تقولش باهي سر اخراج شكون عبد القادر الجربي عبد القادر الجربي مخرج مهم جدا في المخرجين التوانسه زاد تبارك الله عليه دونك بالتوفيق ليك نشوفوك شكرا في رمضان تقريبا حاضره وبقوه في زوز قنوات مع الشربه والبريكه مع الشربه والبريكه هذاك اكيد ككل الممثلات والممثلين التونسيين لا يبدل علينا عاده